السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك على الجميع إن شاء الله، شهر الخير والرحمة والاستغفار للجميع. اللهم اغفر لنا جميعا، شهر العمل والاجتهاد وترتيب الأفكار إن شاء الله. هذه بتكون محاضرة الأولى في هذا الشهر الفضيل، وهي بعنوان البلمونري سليب ميديسن. طيب، موضوع البلمونري سليب ميديسن موضوع مهم جدا في الحياة العملية وكذلك في الامتحانات الخاصة بالريسبيراتوري أو البلمونري بوردز. تمام، يكاد يكون هذا الامتحان يشكل 10% من امتحان البلمونري بوردز. بالنسبة للباطنة وامتحانات الزمالة ممكن تلاقي من 2 إلى 3 أسئلة خاصة بهذه الموضوعات، موضوعات قليل الكلام عنها ولكنها مهمة جدا في الحياة العملية، حيث أن نسبة الناس التي تشتكي من أمراض النوم قد تصل إلى 10% من البوبوليشن. تمام، بنتكلم في هذا الدرس على مواضيع في البلمونري سليب ميديسن برينسيبلز، وبعد كده بندخل في موضوعات الريسبيراتوري سليب ميديسن زي الاوبستراكتيف سليب ابنيا، السنترال سليب ابنيا، والاوبستي هايبوفنتيليشن سيندروم. طيب، نبدا نتكلم عن هذا الموضوع بان احنا ليش احنا ننام. سؤال بسيط ولكن لا توجد اجابه لهذا السؤال حتى الان. هناك عدة ثيريز، منها يقول لك ان النوم هو عبارة عن غريزة موجودة فينا، وان بعضهم يقول لك نتيجة من الادابتيف او تطور الوراثي مع الزمن والتأقلم مع البيئة. تمام، او انها احد طرق الحفاظ على الطاقة وتعزيز الذاكرة. تمام، او ضبط حرارة الجسم. تمام، كل هذه نظريات لكن لا توجد اجابة محددة حتى الان. ولكن بالنسبة لنا النوم يعني ما نستغناش عنه. تمام، من لا ينام. تمام، وإذا ما نمنا يعني نشعر بالتعب والصداع، مزاجك يتلخبط، تفكيرك وذاكرتك، أدائك والرياضة والحركة كلها يعني تقل مع نقص النوم، حتى المناعة تقل والإفراز لهرمونات الستريس، ستريس هرمون زي الكورتيزول وغيرها يزداد، تزداد الأمراض، يزداد أمراض القلب خصوصا up to death، حتى الوفاة نتيجة انعدام النوم. تمام، طيب كم احنا ننام؟ احنا ننام زي ما احنا شايفين في هذا الكيرف، بالمتوسط ننام 7 ساعات في اليوم. تمام، لو اخذنا 2 standard deviations وقلنا ان اغلب الناس 95% من الناس قد تنام من اكثر من 5 ساعات الى 10 ساعات، اكثر من كذا يعني كثير واقل من هكذا برضه يعتبر قليل. النوم يختلف باختلاف الاعمار، اثناء الجنين في رحم الام قد يكون يعني ينام 24 ساعة. تمام، مع الوقت قد يقل النوم. بعد كذا بعد الولادة ممكن يكون أكثر من 16 ساعة، بعد سنة 15 ساعة، في مرحلة الأدلت هود يعني زي ما قلنا المتوسط حوالي 7 ساعات، حتى كبر السن قد يقل السليب ويصل إلى 5 ساعات. طيب، بالنسبة للage related changes، إنك مع العمر النوم يخف، يصبح السليب lighter sleeps، وزي ما بنعرف إنها في stages in 1 أو non-REM sleep stage 1. يزداد الأويكنينغز، كثير من لاحظ كبار السن يصحى في أوقات يعني في الليل نومه يقول لك نومي خفيف. تمام، كل هذا يعني مع كبار السن. تمام، الأهم من ذلك هو التغيرات التي تحصل في النفس. تمام، أثناء النوم. تمام، respiratory changes during the sleep. تمام، اهم شيء ان التايدل فوليوم يقل اثناء النوم، التايدل فوليوم خاصه في الرابيد اي موفمنت ستيج. طيب، فبالتالي المينت فنتيليشن يقل، المينت فنتيليشن اقل نتيجه نقص التايدل فوليوم. طيب، الريسبيراتوري درايف الناتج من الهايبركابنيا والهايبوكسيا يقل الاستجابه لثاني اكسيد الكربون خاصه ايضا يعني زي ما بنعرف في الرابيد اي موفمنت ستيج. تمام، decreased activity of accessory respiratory muscles، ونقص الأكسجين ساتوريشن، نقص الفانكشنال ريزيدوال كاباسيتي، وانكريز بي سي او 2 من درجتين الى 5 درجات. تمام، كذلك اثناء السليب يحصل انكريز الابر ايرواي ريزيستنس نتيجه الباكينج اوف ماسلز للخلف. تمام، وبالتالي زي ما بنعرف موضوع الاوبستراكتيف سليب ابنيا. طيب، مهم جدا النورمال ريسبيراتوري سايكل. النورمال ريسبيراتوري سايكل هي يعني اثناء النوم يعني قد يكون فينا 5 إلى 6 يعني سايكلز. تمام، كل سايكل قد تكون تفاري من 90 إلى 120 يعني مينتس. تمام، السايكل الواحده
في النوم تختلف عن السايكل الثانيه، يعني ليست كلها بنفس الترتيب، ليست كلها يعني يكون موجود الستيجز كامل فيها، لا يعني فاريبل تمام، زي ما بنعرف مع كل ما قربت من موعدك للصحيان. طب 75% من السايكل تمثل بالنون رابيد اي موفمنت تمام، و25% رابيد اي موفمنت. طيب هذه ال 75% كيف تتقسم معنا؟ ال 75% هي تتقسم بستيج 1 تمام ان 1، وهي اقل مرحله تمثل 5% فقط، 5% من من السليب ككل يعني تمام، وهي معروفه باللايت سليب، نوم خفيف ممكن في ذي الفتره يعني كده فجاه تصحى تمام، يعني يدوبك هي مرحله الانتقال من الاويكنس من الصحيان حتى السليب تمام. واللايت سليب تنتهي بحرف التي، اذا نوع الويفز ثيتا ويفز زي ما بنعرف تمام. هذه تمثل نسبه بسيطه وهي نسبه الصحيان، فبالتالي اذا زادت تمام زادت احتماليه انك تصحى، او معروفه بالسليب فراجمنتيشن يعني انك تصحى وتنام تمام، متقطع في النوم تمام، اذا ممكن يكون مساعد في الابنيه تمام، مشخص الابنيه او عالي في الابنيه، يعني ليست في التشخيص ولكن يعني فقط كنوتس يعني تمام. الـ N2 هي اكبر مرحله من السليب، 50% نصف السليب نحن نقضيه في الستيج هذه الـ N2، وفيها 2 N2 فيها 2 كاركترز في الويفز، فيها الكي كومبلكسز زي ما بنعرف في الدايجرام لاحقا، وفيها السليب سبيندلز تمام، او ممكن نشوفها الان، هذه هي الكي كومبلكس تمام، بيج سبايك ابر اند لوور سبايك تمام، فولود باي او فيها كذلك سليب سبيندلز انكريزد الكتريكال اكتيفيتي في الاي اي جيز تمام، الالكترو انكفالوجرافي للبرين تمام، ناتج عن زياده بيرست في الالكتريكال اكتيفيتي من خلايا الكورتيكال بيراميدال سيلز والثلاميك والريتيكولار سيلز تمام. بما انها تشكل الغالبيه، اذا نقصانها يؤدي الى انك يعني تقضي في وقت اكثر في الان 1، فبالتالي انكريزد فراجمنتيشن، زيادتها مع الاولد ايج نتيجه انك الان 3 تقل مع الاولد ايج زي ما تكلمنا في السابق، وبالتالي كما قال يعني دخل يعني قاعد اكثر في نومه كنسبه في الان 2 تمام. وبعض الميديكيشنز التي يعني تقلل من النوم زي الكافيين الامفيتامينز يخ تمام، التي تقلل من النوم انك توصل للنوم العميق، تزود اتجاهك نحو الصحيان تمام. الN3 هي افضل مرحله وتمثل 20% هي مرحله النوم العميق الديب دلتا ويفز تمام بحرف الدي. طيب اذا دلتا ويفز موجوده في الديب سليب اللي هو الN3، اعلى رقم في النان ريم هو N3 هو الديب سليب تمام، يقل مع الايج زي ما قلنا تمام. ككل لو قلنا الشخص ينام 9 ساعات او 8 ساعات مثلا في اليوم، في الفيرست في اول 3 ساعات بنلاحظها موجوده كثير تمام، ولكن تبدا تقل مع كل ما يعني قرب النوم من وقت الصحيان، حتى تكون قريبه من وقت الصحيان ما فيش N3، وعلى طول N1 N2 مثلا وفي ريم تمام، تكون هاي الN3 في sleep deprivation، في CPAP زي ما بنعرف البوزيتيف بريشر فنتيليشن، السليب ستوكينج وسليب ووكينج والنايتروس كلها تحصل في هذا الستيج من السليب المعروف بالديب سليب تمام. هل بعد هي بالترتيب، هل هي بالتالي كذا 1 2 3 بعد كده ندخل ريم؟ لا، يقول لك الستيجز ممكن تكون فاريبل، يعني ممكن 1 2 3 بعدين 2 1 ريم تمام، او 1 2 ريم ريم 2 1 الخ تمام، زي ما بنعرف تمام، تختلف variable cycles تمام. الريم سليب تمثل 25% قلنا من السليب سايكل الواحده تمام، هي مرحله الانهيبيشن اوف ريسبيراتوري ماسلز وريديوسد كيمو سنسيتيفيتي، يعني هي مرحله سوءان النفس زي ما بنعرف تمام، يحصل فيها زياده الهايبوفنتيليشن وزياده في الهايبوكسيميا، او زي ما بنحمل نشوف الاكسجين ساتوريشن بولس اوكسيمتري، يقل الاكسجين ساتوريشن مع مراحل نوم الريم سليب. طيب النوع الويفز هي بيتا ويفز تمام، شبيهه بالاويكنس ويفز، شبيهه بال اي اي جيز اثناء الصحيان تمام، ولكن كيف نفرقها عن الاخريات؟ عن طريق ان في اي موفمنتس
تمام slow oscillatory eye movements وهي معروفة بالphasic stage of REM. تمام ال EMGs electromuscular جرافي الكترومايوغرافي تصوير العضلات يعني عضلات السكيليتال ماسلز تكون فيها اتونيك يعني فلاتنينج في الاي ام جي ما فيش اي حركه شخص مسمر ايش قاعد يسوي يحلم ما يتذكرش حتى احلامه تمام في المرحله هذه يقولون الموست اوف دريمز اكور وكذلك فيها ميموري كونسوليديشن يعني انت الميموري هذه تتثبت وتتركز في دماغك أثناء النوم زي ما قلنا في النظريات فبالتالي الميموري كونسوليديشن يحصل في الريم ستيج تمام هي مرحلة بالنسبة لنا هي أهم مرحلة لأنها هي مرحلة سواء الريسبيريشن يسوء فيه الأوبستركتيف سليب أبنية تكون أسوأ في الريم عن نون ريم ستيج يسوء فيها السنورنج الايري اوبستراكشن والسي او بي دي والريستريكتيف ديزيزز الاوبستي هايبوفنتيليشن سيندروم كلها تسوء في الريم سليب ما عدا السنترال الهايبوكابنيك سنترال ابنيا زي ما بنعرف لاحقا تتحسن تكون احسن تمام في في الريم ليش لان قلنا احنا الهايبوفنتيليشن يزداد فبالتالي يحافظ او يحصل ريتنشن للسي او 2 واحنا عارفين في الهايبوكابنيك سنترال سليب ابنيا هي المشكله كانت يعني في نقصان في السي او 2 فبالتالي هنا يمكن قد تتحسن السنترال سليب أبنيا. احنا تكلمنا هنا هذه الستيجز ستيجز اويك هذا الاي اي جي الالكترونكيفالوغرافي طيب يعني مش علينا ان احنا نعرف صراحة الاي اي جيز ولكن في سهل انك تسبوت بعضها زي على سبيل المثال ستيج 3 كما قبل في ستيج 3 و4 الان هم واحد اللي هي الوايد كومبلكسز هذه اللي شايفينها سلو فريكونسيز هاي امبليتيود ويفز تمام تتميز فيها ستيج 3 تمام عريضة طويلة تمام اللاحظة هنا أيضا ستيج دلتا ويفز الديب ويفز زي ما احنا شايفين قبلها ستيج 2 مشهورة بالسليب سبيندلز والكي كومبلكس زي ما اتكلمنا هنا عندنا كي كومبلكس كبير تمام طالع ونازل ممكن احنا شايفين أكثر سبيندلز هنا تمام ما فيش كي كومبلكس أكثر هنا طيب الستيج الريم ممكن هنا تحصل زي ما قلنا في ستيجز اخرى زي مثلا ستيج يرجع بعد 3 2 1 بعد مثلا الريم نعرفها بسهوله ان احنا نكون مصاحب معها الرابيد اي موفمنت اللي قلنا بنلاحظ في الالكترود الخاص زي ما بنعرف بالبلوسمنوغرافي دراسه او السليب ستدي في الكترود يكون محطوط على حوالين العين اليمين واليسار يبين لنا حركه العينين متى تتحرك اذا هذه ممكن تميز لنا الريم سليب شبيهة كثير قلنا بالأويكن سليب اللي هي البيتا ويفز تمام إذن في الريم سليب فاست وراندم لاقيها طيب كانت هذه هي الستيجز من ناحية الإلكترونكيفالوغرافي هنا إحنا شايفين الأويك ويفز تمام شبيهة بالريم تمام الستيج 1 يعني زي ما أنتم شايفين سمول تمام ورابد كذلك الN2 ممكن نلاحظ فيها الكي كومبلكسس السليب سبيندلز تمام على مميز الN2 تكون اكثر واحده كمان لانها 50% كثير بيجيك يا اما N2 او ريم تمام الريم نميزه قلنا من حركه المسلز بنلاحظها بليد اخر وكذلك الريم نلاحظها من ناحيه السبيندلز والكي كومبلكس تمام الديب ويف سهله ما في اشهر منها كبيره كذا شيء تخاطيط الاجهزه عريضه هذه ستيج 3 سهل انك تسبوت هذه كذلك تمام هذا قد يكون احد سليب ستديز مش شرط يكون كامل ولكن يختلف يعني من مكان الى اخر زي ما احنا شايفين هنا في يده في بلس اوكسيميتر في سنين هنا حزامات خاصه لقياس الثوراسيك والابدومينال ايفورت يعني الانيشيشن اوف ماسلز انها تعمل تحاول تاخذ نفس تمام لو المسلز هنا يعني في قرايه حصلت وانك تاخذ نفس تمام ولكن في اير فلو ليميتيشن عن طريق قارئ النوز هنا ما فيش كثير هواء عبر خارج تمام او داخل فبالتالي هنا يميل لك اقول لك لا اقول لك ما فيش فلو ولكن في ايفورت اذا هي في احتمال كبير انه في قفله من هنا يعني اوبستراكتيف سليب ابنيا لو قال لك في مثلا فلو تمام ولكن عفوا ما فيش فلو وما فيش ايفورت اساسا يعني ما فيش اوردر من السي ان اس انه يعمل ريسبيريشن المشكله سنترال الموضوع بسيط نفرق بين الاوبستراكتيف والسليب
وسنترال سليب أبنية بهذه الطريقة. النيزل سنسور قياس الفلو يتم عن طريق إما نيزل سنسور تمام للبريشر وهو المور سنسيتيف الأفضل للقياس يقيس لنا اختلافات بسيطة حتى في الفلو تمام، أو عن طريق النيزو أورال ثيرمو سنسور قياس عام يعني للفلو تمام. ممكن نقاس بطريقتين، ممكن اي ام جي يتم هنا يحط على زي ما شايفين في الشن تمام، ممكن نعمل اي سي جي مش مرسومه هنا في ليدز حوالين العيون تميجر اي موفمنت تمام، في كرينيال وفرونتال واوكسيبيتال ليدز حوالين البرين لقياس الاي اي جي زي ما احنا شايفين. هذه الوحده سايكل كل واحدة من هذه سايكل عدة سايكلز مثلا 1 2 3 4 5 إلى 6 ممكن حتى سايكلز في أثناء النوم مثلا هذا 8 ساعات شخص نام زي ما احنا شايفين هنا الشخص ينام في الستيجز هنا 1 2 3 الآن خلاص كان زمان في ستيج 4 الآن لغوة أصبحت 3 و 4 هي ستيج واحدة ستيج أوف ديب سليب تمام. إذا لاحظ في بداية النوم كانت ستيج 3 موجودة معنا اللي هي الديب سليب، لكن مع الوقت غطس الرجل في النوم قريب من وقت الصحيان ما فيش ستيج 3 تمام، ولكن زادت او طولت معانا عرضت الريم سليب يزداد حتى يعني قريب من النوم يعني ممكن حتى لما يكون في الاخر هنا يعني تجي تصحى يعني ممكن تتذكر يعني ايش حلمت، لكن لو مراحل يعني حصلت هنا في البداية ومصاحبة فيها الديب كان سليب اكثر ممكن ما تتذكرش تمام. الاي او جي هنا المصل الايز لما نلاحظ تقرا قراءات اثناء الرابيد اي موفمنت تمام زي ما احنا شايفين. طيب هذا ايضا هيبنوغرام ل one cycle زي ما شفنا شخص ويكند تمام دخل في السليب مش شرط انه ممكن يالترنيت من ويكنس الى صحى رجع تمام. بعد كده دخل في ان 1 ان 2 تمام ان 3 دخل ديب سليب يالترنيت ما بين ان 1 وان 2 مثلا قعد فتره في الديب رجع حصل له في اخر الى دخل في ريم سليب تمام. بعد ما كان في ان 2 مثلا دخل في ريم سليب. الموضوع زي ما قلنا فاريبل السايكل فاريبل وليست بترتيب معين تمام، نفهم بهذه الطريقه. طيب بعض المصطلحات المهمه زي السليب اونست ليتنسي مهم جدا نعرف انه اللينث من التايم تمام length of time from full awakeness تمام من الصحيان الكامل حتى السليب تمام. انا الان قررت انام الساعه 10 على سبيل المثال، اطفيت النور من هذا الوقت الساعه 10:30 تمام خلاص نمت تمام، دخلت الى مرحله ال N1 في النان ريم تمام. اذا هذه هي تعرف بالسليب اونست ليتنسي تمام، مهمه جدا انك يعني كيف تدخل النوم سريع او بطيء. الرابيد اي موفمنت اونست ليتنسي متى بدات الريم هو التايم من الفولينج اسليب تمام فروم سليب يا تو اونست تو ذا فيرست ريم سليب تمام. اذا الريم مش معانا لا لين بدايه الريم متى بدات الريم هي بنفس التعريف يعني بطريقه اخرى هي لينث اوف ذا فيرست نون ريم سليب بيريد اول وحده احنا قلنا في السابق هنا زي ما احنا شايفين في هنا سايكل اول وحده تمام اول وحده حصلت تمام. هذه هي الريم اونست ليتنسي مهمه جدا انها تكون شورت. يقول لك في الدبريشن يعني يكون فيه الستيجز هذه الاوليه ان 1 ان 2 3 اقل تمام، وكذلك في السليب ابنيا انك خلاص تصحى تمام، ممكن تقيس تتقلقل وتصحى طول النوم يعني كل نفس مبدا السليب fragmentation تمام ولونج في بعض الدرجز زي ما احنا شايفين، لكن احنا بنتكلم الان على موضوعات اللي تخصنا في الريسبيراتوري سليب ميديسن. البوليسومنوغرافي وهو المعروف بالسليب لاب سليب ستدي وليس الهوم هو اللي فيه كامل كل البارامترز موجوده عندنا الاي سي جي زي ما احنا شايفين، الاي او جي المسلز اوف ذا ايز هنا تسجل الالكتريكال اكتيفيتي للرابيد اي موفمنتس، الاي ام جي للسكيتال ماسلز يتحطوا بالغالب على الشينز، وممكن لو بعض التشيت تدرس مثلا ال مثلا في النيورو في عندنا ناخذ درس اسمه ريستلس ليج سيندروم، الشخص الذي وهو نايم يضبط مثلا يحرك رجوله وتمام يقعد كانه يضارب اثناء النوم،
هذا ممكن نحطها في التبياس انتيرير مثلا لو شخص عنده بروكسيزم اللي عضعض اسنانه تمام اثناء النوم يعني مضايق جدا قد يكون ممكن نحطها على عضله المسيتر نلاحظ انه هل هذا الشخص يعمل هذا الشيء اثناء النوم في الغالب نحط على الشين سبمنتال تمام او في الانتركوستال مصلص نشوف الريسبيرتوري ايفورتس ايا كانت هي مقياس للعضلات تمام ونشوف فيها نلاحظ فيها الاويكنس او الاروزل متى حصل تمام الاي كي جي الكهرباء ممكن زي ما قلنا واحد ليد كافي واحد ليد يقيس لنا الكاردييك ديسفانكشن اثناء السليب مثلا الايفورت الابدومينال والثوراسيك ايفورتس مهم جدا لمعرفه الموفمنت والفنتيليشن يعني حصل وهو معروف بالتست ريسبيرتوري اندكتنس بليزموغرافي في الاوبستراكتيف سليب ابنيا بالاوبستراكتيف سليب ابنيا قلنا في ايفورت لازم يكون في ايفورت ليش لان المشكله مش سنترال نيرفس سيستم البرين يعطي امر يقول لك خذ نفس العضلات الابدومين والتراس تستجيب تبدا انيشيت انها تحاول تاخذ نفس في قفله في اوبستراكشن ما بيحصلش في اير فلو تمام بينما في السنترال الايفورت غير موجود السي ان اس في يعني ديبريشن لهذا الريسبيرتوري درايف فيقول لك ما فيش امر يعني انا ما بعملش اي ايفورت ان انا اخذ هنا نقدر نشخص السنترال سليب ابنيا زي ما احنا شايفين هنا هذا في ابنيا اهو ريجل انسبيريشن اكسبيريشن في ابنيا انقطع النفس التشست والابدومينال تمام ليس الايفورت نيجي نشوف في ايفورت في ايفورت في ايفورت اذا هذه اوبستراكتيف وليست سنترال تمام السي ان اس ارسل امر لانه يحصل محاوله للنفس بس ما فيش فائده عشان في اوبستراكشن ممكن يحصل ديكريز اوتو ساتوريشن ممكن ما يحصلش زي ما احنا هنا شايفين في هذه سنترال ليش سنترال عشان في اير فلو اوبستراكشن زي ما احنا شايفين ما فيش سيسيشن اوف فلو يعني واقف ما فيش اي فلو او زي ما بنعرف بالتعريف اكثر من 90% يعني ديكريز في الفلو تمام اذا لكن التشيست زي ما احنا شايفين ما فيش ممكن يكون حتى خط كذا خط لاين ما فيش اي ايفورت اذا المشكله سي ان اس سنترال سليب ابنيا عشان السي ان اس لم يعطي امر لل البريثينج تمام هنا شايفين ذبذبات صغيره هذه تعرف بالكاردييك او السوليتوري ارتيفاكتس هي عباره عن ارتيفاكتس نتيجه تسجيل هنا من حركه القلب تمام ولكن هي يعني فلات لاين ليست يعني بوزيتيف حاجه كده بسيطه يعني ذبذبات زي الذبذبات اللي احنا نشوفها في الاي سي جي وليست يعني خط مستقيم مرسوم طيب البلز اوكسيميتر في الاصبع نقيس فيه الهارت ريت ونقيس فيه تغيرات الاكسجين ساتوريشن تمام مهم جدا في موضوعات السليب ابنيا اللي قلنا الفلو هذا الفلو كيف نقيسه بطريقتين نقيسه عن طريق ثيرمال ديفايس تمام انها تقيس حراره الاكسهيلد اير تمام مهم جدا للاير فلو ليميتيشن في سنترال ويل اوبستراكشن قلنا سليب ابنيا لكن الادق من هذا هو وخصوصا مش في الابنيا في الهايبوبنيا نستخدم البريشر نيزل كانيولا او النيزل اير فلو بريشر تمام مهم جدا ليش عشان مور سنسيتيف يعني ممكن يقيس لنا تغيرات بسيطه في الابنيا ماشي احنا ما فيش هواء اصلا فبالتالي مش محتاجين نديك الدقه تمام ولكن في الهايبوبنيا ممكن تغير بسيط خف النفس بنسبه 30% اذا مو المور سنسيتيف قلنا النيزل الكانيولا فبالتالي في الهايبوبنيا زي ما بنعرف لاحقا افضل ان احنا نستخدم البريشر نيزل كانيولا او النيزل بريشر نيزل اير فلو بريشر تمام في ممكن تحط مايكروفون الميكروفون هذا يسمع له في سنورينج تمام هذا مثال على نورمال اي اي جي تمام هذه الليدز الاولى تمام هي اي اي جيز تمام تساعدك زي ما قلنا في معرفه الستيجينج اوف ذا سليب طيب قلنا اول حاجه نبص او نشوف بالنسبه لنا كريسبيرتوري بروبلم يعني شايف من الكيس جاب لك ريسبيرتوري بروبلم على طول تروح تشوف الفلو هنا حاطين طريقه الثيرمال هنا السنورينج ما فيش سنورينج حاطين ثيرمال فلو في فلو موجود معنا مثل ما فيش ابنيا بعد كده نشوف الايفورت برضه كذلك موجود طالما اجى نفس اذا الايفورت نورمال هذا الاس بي او 2 الاكسجين ساتوريشن كله نورمال الهارت ريت ممكن يكون معنا السنورينج مايكروفون الاي كي جي الاي ام جي محطوط على التشين في بعد ما عشان الترمينال ستيج قلنا افضل حاجه لو قال لك مثلا الترمينال ستيج ممكن تشوف اول حاجه المصل لو في
electrical activity في الاي او جي تمام, في الاي ام جي اللي في حوالين العينين, هذا اذا معناته المرحله هذه رابيد اي موفمنت, رابيد اي موفمنت ستيج تمام ريم. اذا هذا النورمال. طيب انواع الريسبيريشن او انواع الباترنز اوف ريسبيريشن كلنا اخذنا في السابق الاوبستراكتيف في السي او بي دي والازمه, انسبيريشن وبرولونج اكسبيريشن, ممكن النفس يكون بطيء تمام في الريسبيريتوري ديبريشن, ممكن الكوسمال بناخذه في الميتابوليك اسيدوسيس نفس سريع وديب تمام, في البايوتس اتاكسيك ريسبيريشن ايريجولار ريسبيريشن مصحوب بسنترال ابنيا زي ما شايفين هنا, سنترال ابنيا حوالينها في irregular breathing, irregular ataxic breathing مشهور جدا في الميدلري brain injury او strokes تمام, مشهور ايضا في drugs respiratory depressants drugs زي الاوبيويدز ايضا يحصل فيها هذا النوع من السنترال ابنيا irregular breathing. والاهم من هذا هو chain strokes, كثير يسأل موضوع chain strokes ما هي هذه chain strokes breathings, ما هو الويننج والواكسينج, يمكن يقول لك شفنا waning and waxing respiration زي ما احنا شايفين زي صوت الاورتيك ستينوسيس كريشندو دي كريشندو يعني طالع ونازل. يقول لك chain stokes breathing هي at least three consecutive apneas, يعني at least three consecutive apneas, ثلاث apneas متتالية زي ما احنا شايفين هنا في الفلو في السليب ستادي في البوليسومنوغرافي, شايفين الفلو النيزل بريشر النيزل فلو في الثيرمال, شايفين هنا في apnea وهنا apnea ثلاثة يتخللها ما بينها crescendo decrescendo او waxing and waning type of respiration, طالع وبعدين نازل يعني تماما ثلاثة consecutive لمدة أكثر من 40 seconds. إذن هذه chain stokes سببها كثير مصحوبة أو مسبب معها congestive heart failure, مهم جدا تعرف هذا الشيء, وكذلك strokes uremia CO poisoning أي traumatic brain injury كذلك زي ما إحنا شايفين هنا في effort تمام. هنا ليس موجود effort, إذن هذه نوع من أنواع زي ما احنا شايفين الإفورت هنا مصحوب بنفس الشكل يعني المصحوب في ذا, ولكن أثناء الأبنية لا يوجد أي effort تمام, إذن هذه نوع من أنواع السنترال سليب أبنية زي ما بنعرفها, وهي النون هايبر كابنيك سنترال سليب أبنية تمام. والأبنيوستيك هي نفس ويقطع ويرجع إكسهيل ونفس ويقطع في البونتاين ليجنز, موضوع أكثر في CNS. مواضيع البوزيتيف بريشر ثيرابي مهم جدا نعرف, احنا كنا تكلمنا في السابق عن هذا الموضوع وقلنا عنه انه شبيه بموضوع البيب بريشر, لما تكلمنا في الميكانيكال فنتيليشن وقلنا ان البيب بريشر هو بوزيتيف بريشر, لكن الغرض من الميكانيكال فنتيليشن زي ما عرفنا انه هو ان احنا في مشكله في الاكسجينيشن FiO2 نظبط الأكسجين نعطيه 100% وبعدين نقلل ونعطي بيب قلنا ونعطي ونزود البريشر يعني احنا غرضنا ان احنا نزود الأكسجينيشن, بينما احنا في الأبستراكتيف او في الأبنياز بشكل عام المشكلة في وصول الفلو للبادي او لللانج بالأساس, فبالتالي مهم جدا ان احنا طرق العلاج فيها ان احنا نعطيه فقط بوزيتيف بريشر تمام, بوزيتيف بريشر تمام. في انواع مختلفه زي ما احنا شايفين كلنا احنا ذكرنا عده مرات موضوع السي باب وهو الكونتينوس بوزيتيف بريشر فنتيليشن او كونتينوس بوزيتيف اير واي بريشر. البوزيتيف اير بريشر الكونتينوس نحدد ضغط واحد, كيف يعني نحدد ضغط واحد؟ يعني احنا نروح نختبر المريض ونشوف في اللاب نعمل له حاجه اسمها لاب تايتريشن الغرض منه احنا نحدد الضغط الرقم الواحد اللي احنا شايفينه هذا رقم كم, بنحدده في الاختبار في اثناء السليب ستادي, فبنشوف المريض مثلا هذا في أسوأ حاله له للمريض اثناء اختبار الستدي انك تحطه على أسوأ بوزيشن. ما هو أسوأ بوزيشن لمريض الابنيا تمام او الابنيا بالتحديد؟ هو السوباين بوزيشن. اذا المريض حطه على السوباين بوزيشن تمام, ونختبره في ستيج من السليب اثناء الاي اي جي نقراها هي الريم ستيج. ليش الريم ستيج؟ ان احنا تكلمنا قلنا احنا الريم ستيج مهم في ريسبشن لانها فيها يسوء
الريسبشن في الاوبستراكتيف. الاوبستراكتيف اذا لو احنا نختبر هذا الشخص عشان نعطيه سيباب لاوبستراكتيف الامنيا يفضل ان احنا نختبره في الريم ستيج, لانه في الاوبستراكتيف امنيا فيها يعني اسوا مرحله. اذا احنا حطينا على اسوا مرحله اللي فيها النفس, تمام, شفنا الضغط المناسب لهذا المريض, اذا خلاص انت بتكون على الجهاز السيباب, ياخذ جهاز السيباب يستخدمه في البيت, ممكن على نيزل بونز, ممكن على ماسك, ياخذ مقدار ثابت من البريشر. طبعا السيباب يعني ارخص نوع ومش افضل نوع, لانه الضغط هذا زي ما احنا عارفين ضغط ثابت, يعطيك ضغط بريشر في الانسبيريشن والاكسبيريشن نفس الضغط. يعني انت اثناء الاكسبيريشن او الاكسهيليشن لازم تعطي اكسهيليشن بدرجه توفركم هذا البريشر, وهذا قد يكون متعب لبعض الناس اللي ما تقدرش تعمل اكسبيريشن كويس, تمام. وعشان هي عشان كده هنا يقول لك السيباب مثلا سايد افكتس, او بشكل عام الباب سايد افكتس, ان الشخص هذا ممكن يكون نون ادهيرنت. يعني مهم جدا انك مثلا يسالك مثلا في الامتحان يقول لك والله شخص كان عنده اوبستراكتيف سليب ابنيا, حصل له لايف موديفيكيشنز, ما نفعش, شدينا سيباب, رجعنا لم يتحسن, ما هي النكست ستيب؟ نكست ستيب مثل ما يقول لك سيرجري, ممكن يقول لك نزود البريشر. لا, اول شيء to test for adherence, نشوف نتابع مع المريض انه هل متى كل كم يستخدم, ولازم يكون صادق المريض هنا انه يقول لك انا مثلا استخدمه يوميا, مثلا يوميا طول الشهر انا استخدم اثناء نومي الجهاز واستخدمه مثلا اكثر من 4 ساعات, تمام. اذا لو قال لك انا مثلا استخدمه يوميا واقل من 4 ساعات مثلا اثناء السليب, وبعدين والله اتعبي ظهرني افتحه, لا, هنا انا ادهيرنت. اذا في كرايتيريا الادهيرنس للسيباب هي ان الشخص لازم يستخدمه اكثر من 70% من عدد الايام, يعني اكثر من 70% من الايام كلها يستخدمها فيها. ايام 30% من الايام ما استخدمهاش, طب ماشي مش مشكله. اكثر من 4 ساعات في النوم الواحده في اليوم الواحد اللي ينام فيه لازم يستخدمه اكثر من 4 ساعات, تمام, والا هذا نون ادهيرنس كذلك, تمام. طيب مشاكل ايضا ممكن يحصل نويز كونجيشن, ممكن نستخدم له الانتي كونجيستنس عادي. دراينس يقول لك الان اغلب اجهزه السيباب فيها نفس الجهاز صاحب معه هيميديفاير, يعني مرطب للهواء ويكون هيتد, يعني ساخن, تمام, وليس بارد, تمام. ممكن البوزيتيف بريشر هذا يعمل ابدومينال فولنس, ممكن يعمل في بعض الناس اللي عندهم كلاستروفوبيا زي ما احنا هنا شايفين, الخوف من الاماكن المغلقه, ممكن يعمل سنترال سليب ابنيا زي ما بنعرف لاحقا انك مريض اوبستراكتيف سليب ابنيا تحطه على سيباب دخل بسنترال سليب ابنيا, وهذه المعروفه بالكومبلكس سنترال سليب ابنيا, تمام, ما لهاش اي مشكله تروح لحالها يعني مع الوقت, تمام, هي زي ما تقول عرض يعني بسيط من السيباب. طيب إذن المرحلة الجاية إنك تستخدم للمريض لو كان مثلاً على سبيل المثال ذكرنا حالات اللي مش قادر يعمل إكسهيليشن, تمام, الحل هي الباي ليفل باب زي ما إحنا هنا شايفين ضغط في الإنسبيريشن وفي ضغط مختلف في الإكسبيريشن. في الإنسبيريشن يكون الضغط أعلى, تمام, في الإكسبيريشن الضغط أوطى عشان يقدر المريض إنه يعمل إكسبيريشن, فبالتالي الوظيفة منه هي السبورت كذلك للنج, تمام, انسفشنسي يعني انك مش قادر في ضعف في الفانكشنينج اوف ذا لنج, تمام. ندي فيكست بريشرز, تمام, فيكست بريشرز, تمام, لكن يختلف ما بين الانسبيريشن والاكسبيريشن, تمام, هذا الباي ليفل باب. طيب بعد كده معانا الادابتيف يعني غالي, او عفوا الاوتو باب, تكلمنا عنه قبل الاوتوباب, قلنا انه يعني انت تعطيه مينيمم وماكسيمم, تعطيه مينيمم وماكسيمم بريشر, لكن البريشر حلو انه هنا بيضبط نفسه على قد المطلوب في كل يعني نفس, بعطيك الضغط المناسب اللي انت محتاجه يسيموليت يعني الطبيعي اللي يحصل ان انت تحتاج قدر المحدد فقط من البشر to overcome the apnea, تمام.
كذا غالي جدا الاوتو باب ال اي اس بي هذا اللي هو الادابتيف. هذا الادابتيف سيربو فنتيليشن يكاد يكون هذا ميكانيكال يعني زي الميكانيكال فنتيليشن ولكن من غير يعني الاكسجينيشن بارت. انت ستابلايز البريذنج تو مينتين ذا اير واي تمام. انك تحط المريض على جهاز يضبط البريشر اوتوماتيكيا تمام اوتوماتيكيا على حسب احنا نعطي معطيات زي ميكانيكال فنتيليشن. فنتيليشن كنا نعطي معطيات يعني ان مثلا بريشر كنترول او فوليوم كنترول وقلنا الفوليوم كنا نحدد تايدل فوليوم البيرفكت للمريض هذا ويضبط لنا على حسب انه هذا التايدل فوليوم يعني يضبط بشر على حسب التايدل فوليوم المطلوب. لا هنا احنا بنضبطه على حسب الفنتيليشن او المينت فنتيليشن المطلوب او الفلو المطلوب. نحدد فلو معين او مينت فنتيليشن محدد تمام والجهاز يضبط البريشر تمام بالتدريج بحيث ان زي ما شايفين الابنيا الجهاز بدا بالعمل بدا يدي مقدار معين بالبشر ضبط شويه تحسن لا بدا يثبت وينتظم معانا كانه اندمج مع النورمال فنتيلاتوري ميكانيزم لهذا المريض تمام. الاي اس بي كثير يستخدم في الانواع السنترال ابنياس خصوصا زي التشين ستوكس سنترال ابنياس والكومبلكس سليب ابنياس كذلك ممكن يستخدم فيها يعني بشكل عام نقدر نقول استخدامه اكثر في ما ناخذه في سنترال سليب ابنيا. ندخل اذا في اول موضوعات المهمه تكاد يعني تكون يعني اي اختبار بتدخله ايا كان مستواك في اي مرحله لازم تنسال في الاوبستراكتيف سليب ابنيا تمام. والسليب اوبستراكتيف ابنيا احنا بنعرفها وبنحط الكرايتيريا في مع التعريف مع بعض ونقدر نقول عليها انها ديكريز ان بيك ثيرمال سنسور امبليتيود بين قوسين اير فلو. اذا قلنا تكلمنا على السنسور امبليتيود نعمل هو المقياس الاساسي للاير فلو تمام. ليش استخدمنا الثيرمال اللي هو اقل سنسيتيف؟ عشان احنا بنعرف هذا يعني في فلو ما فيش فلو يعني يقول لك نقص الفلو اكثر من 90% تمام يعني يعني تقريبا 100% ممكن 100% ممكن 95% تقريبا ما فيش فلو اكثر من 90% يعني ديكريز في الاير فلو تمام فور مور ذان 10 سكندز تمام with inspiratory effort throughout the entire event. يعني لازم في effort يعني مش كان مش central البرين يحاول انه يتنفس بس مش قادر بسبب obstruction obstructive sleep apnea. ثلاث خطوات نشوف الاير فلو نشوف نشوف الاير فلو في مدة 10 ثواني تمام على الاقل 10 ثواني نشوف inspiratory effort throughout the entire event. كل الابنيه نروح نراقب فيها الايفورت لانه ممكن يكون الايفورت موجود مش موجود في اوقات مختلفه زي ما بنعرف لاحقا من الانواع المختلفه من السنترال. طيب اذا هذه بالنسبه للسليب ابنيه يعني ما فيش نفس اكثر من 90% اير فلو مفقود. طيب لكن في حاجه ثانيه اسمها الهايبوبنيا. الهايبوبنيا هي ديكريزد اير فلو يعني ديكريز اير فلو بنسبه 30% مثلا. طب هنا يعني ممكن نفس نقص 30% فقط احنا ما نقدرش نميزه كثير في الثيرمال سنسور امبليتيود فبالتالي بنستخدم النيزل بريشر ترانسديوسر. قلنا احنا النيزل بريشر النيزل اير فلو بريشر تمام احنا نسميه ان اي بي تمام. هذا ادق مور سنسيتيف يساعدنا كثير في تشخيص الهايبوبنيا. اذا الهايبوبنيا لازم نستخدم النيزل بريشر ترانسديوسر وليس الثيرمال سنسور امبليتيود تمام. نفس التعريف لاكثر من 10 سكندز لكن هنا في شرط اخر ليس فقط ان احنا نشوف الفلو تمام. لازم يكون مصاحب لنا احد الاثنين اللي هم ايش الاكسجين ساتوريشن واطي بالنسبه لا تقل عن 3% يعني نزل مثلا كان الشخص يتنفس عادي على مثلا 98 نزل رجع 95 أو صار 95 مع طبعا مع الشرطة الأخرى لا هنا إذا في حصل دب ل 3% نقص الأكسجين ساتوريشن مع نقص الإير فلو لنسبة 30% تمام. لا هنا هذا هايبوبنيا وليس أبنيا تمام. نفس المبدأ أنك ممكن نقص 30% نقص 40% نقص 80% ليس أكثر من 90% تمام. لأنه هنا بيدخل في الأوبستركتيف أبنيا وليس هايبوبنيا. اذا 80-60% طيب وما فيش اكسجين ساتوريشن الاكسجين ساتوريشن نورمال ولكن حصل اراوزل اما اذا هنا برضو كذلك هذه هايبوبنيا. اذا
decreased airflow بالنسبة لها تقل عن 30% ولا تزيد عن 90%، تمام، لمدة أكثر من 10 ثواني، مصحوب ب dip in oxygen saturation of 3% or arousal، إن المريض صحى. وعرفنا كيف نشوف الأراوزل عن طريق الـ EMG، تمام؟ طيب إذن يقول لك الأكسجين ديساتوريشن is not part of the definition of obstructive sleep apnea و synthesis apnea. إذن هي ممكن أداة تساعد نحن نحط بلد أكسيميتر نقول الله نقص أثنانهم، لكن هي ليست، يعني ممكن يكون نورمال، ممكن يكون الأكسجين ديساتوريشن نورمال. إحنا كنا ذكرنا في الرم أن الأكسجين ديساتوريشن يسوء أثناء الرم، إذن هو variable من ريم ونن ريم، ما نقدرش نعتمد عليه كثير في الأوبستركتيف والسنترال سليب أبنيا، ولكن نو ممكن نعتمد عليه يكون يوزفول في الهايبوبنياس، لأنه لو موجوده فقط يحقق الشرط اللي هو أحدهما، إما نقص الساتوريشن أو الأراوزل. ريراز ريسبيرتوري ريليتد، يعني ليست أبنيا ولا هايبوبنيا. طب إيفنت، طب إيش هي، إيش هي؟ أقول لك هذه ريسبيرتوري أراوزل، يعني حصل أراوزل ليس لسبب أبنية ولا هايبوبنية، صحيت بسبب حاجة ثانية، شخرت، صحيت، مشكلة في النفس بسيطة لا تكاد تكون يعني حتى هايبوبنية، نسميها respiratory related arousal، تمام؟ قياسها بالأسوفيجيال بريشر، تمام؟ لأنها يعني يحتاج إلى يعني شيء أدق أكثر كمان، تمام؟ الباثوفيزيولوجي زي ما احنا شايفين هذا النورمال ايروي مفتوح نتنفس اثناء النوم واحنا نايمين، لا هنا في الاوبستراكشن في الاوبستراكتيف امنيا زي ما شايفين هنا عضلات السوفت بالات واليوفيلا والفارين في الفارنجيال ماسلز كلها باكت يعني وادت الى قفله في الاير فلو. طيب فاذا هي ريلاكسيشن والباثوفيزيولوجي الاوبستراكتيف امنيا هي ريلاكسيشن وكولابس في البوستيرير فارنجيال ماسلز which results in snoring or caused airways، تمام؟ فبالتالي انحباس hypoventilation زاد الـ CO2، زاد الـ CO2. الـ CO2 قلنا هو mainly من هم الـ respiratory drives لـ central nervous system، يعني من هي المسؤول عن الـ initiation of respiratory effort، هم الـ CO2، تمام؟ والهايبوكسيا، والأكثر هو الـ CO2، تمام؟ إذن الهايبركابنيا والهايبوكسيا هم مسؤولين عن CO2، إذا انكريز CO2 إذا بيؤدي إلى هايبرفنتيليشن. متى؟ بعد الأراوزل. أنت تصحى من النوم هايبرفنتيليت، ليش؟ عشان CO2 عالي يستيميليت السينس إنه يعمل هايبرفنتيليشن ويطرد هذا CO2 الزائد، تمام، حتى تباك تو نورمال وترجع تنام، تمام، وهكذا وترجع يحصل لك هايبرفنتيليشن والسايكل تو ريبيت، تمام. ريسك فاكتورز للسليب اوبستراكتيف سليب ابنيا، طبعا الايج تكلمنا، كل ما زاد السن كل ما كانت الريسك اكبر، 2% ريسك بير يير. السكس المن اكثر من الومن حتى سن المينوبوز، المينوبوز لما يحصل الرجل والمراه يعني يتساوون، تمام، يتساوون في الريسك. ليش؟ قال لك لانه في هرمون البروجستيرون، البروجستيرون زي موضوع الكورونري ارتري ديزيز زي ما بنعرف انه هو بروتكتيف للومن من الاوبستراكتيف سليب ابنيا، تمام، فبالتالي بعد المينوبوز يقل وبالتالي يصبحون زي بعض، تمام. الاوبيزيتي او الانكريز بادي ماس اندكس فيري امبورتنت ريسك فاكتور، الانكريز نيك سيركمفرنس، الاشخاص اللي تلاقيهم مثلا بدينين مثلا من ناحيه الوجه والرقبه كذا كله دهون وسمين من ناحيه وجهه ودقنه كذا حتى مش باين التشن مش واضح معالمه بسبب الفاتس، هذا تشك انه يعني عنده اوبستراكتيف سليب ابنيا. سموكينج في زي ما في اي مرض هو ريسك فاكتور، الكحول، الاوبيويدز، الديبريسنس، كل هذه ريسك فاكتورز. الابر ايروي مهم، اناتوميك اوبستراكشن، يعني لو في شيء في الابر ايروي متضيق زي الادينويدز، تمام، غدد اللحميات، التونسلز، اللوز، كلها هذه يعني خصوصا في الاطفال يعني تعمل سنورينج واوبستراكتيف سليب ابنيا. الاكروميجالي عظام كبيره ووجه كبير وبالتالي كله مضيق السايز بسبب كبر العظم. الجويترس في الهايبوثايرويديزم غده كبيره ممكن تكون قافله على الايروي. كرينيو فيشل ابنورماليتيز زي المندبل الصغير، المندبل الصغير اذا الايروي يعني بيكون ضيق، تمام. الريترو جناثيا المندبل الراجع للخلف كذلك، تمام.
الماكروغلوسيا اللسان الكبير مع ثقله بيرجع بالسباين نايم يقفل على الايروي، كل هذه زي ما احنا شايفين يعني تكون ريسك فاكتور. واكثر الناس اللي بتستفيد من السيرجريز هي الناس اللي فيها الابر اناتوميك اوبستراكشن، عشان لما تصلح هذا المسبب بعد يتحسن الحاله. تمام. طيب كيف بيجيك مريض الاوبستراكتيف امنيا؟ يجيك عن طريق السباوز. السباوز يعني زوجه او زوجه يجيك يشتكي، او شخص اللي نايم معاه ابوك اهلك ايا كان تعايش مع من صديق يقول يشتكي يقول لك والله انا اسمعه كل يوم يتخنق، اسمعه كل يوم يشخر بشكل يعني سبير. تمام. انت في الغالب يعني كشخص كاوبستراكتيف امنيا بيشنت ما تلاحظ هذا الشيء، الشخص اللي معك هو في النوم هو الذي يلاحظ هذا الشيء. تمام. اعراضه بالنسبه للشخص ممكن يكون داي تايم سليبينس، وهذا على حسب الجريدز. في جريدنج سيستم او سكيل اسمه ابورث سليبينس، تقدر تبحث عليه في الميديكال كالكوليتر وتشوف ما هو هذا الـ يعني السكيل. لو قال لك السكيل طلع اكثر من 10 اذا هذا انه الشخص ايش عنده يعني ايش السليبينس. تمام. عنده سليبينس داي تايم سليبينس عالي. تمام. ممكن ايضا يبرزنت المريض بمورنينج هيديكس، تمام، صداع في الصباح. الاطفال كذلك في المدارس ممكن يكون عندهم نيوروكوجنيتيف ديفيسيتس، تمام، ممكن في اتنشن ديفيسيت هايبر اكتيفيتي ديس اوردر، ديبرشن، مود ديس اوردرز، انكزايتي، اثناء الليل ممكن يحصل سنورينج، جاسبينج، تشوكينج، نوكتوريا، يتبول كثير في الليل، تلاقي الشخص يطلع ويروح يتبول يعني في الليل، وذلك نتيجة ميكانيزمات عديدة منها زيادة الانتي نيتروتيك بيبتايد، منها الانكريز انتراثوراسيك بريشر كذلك. تمام. وكذلك الاروزل بحد ذاته يعني يخليك تصحى تستوعب ان انت ايش عندك البلادر مليان، اذا بروح الحمام. تمام. سليب فراجمنتيشن، سليب فراجمنتيشن يعني تقطع تكلمنا عنه في السابق، اريكتايل ديسفانكشن نتيجه نقص التستوستيرون، ديكريست كواليتي اوف لايف اب تو سادن ديث. السادن ديث از مور يعني لايكلي تو اوكر وذ اوبستراكتيف سليب ابنيا. تمام. مهم جدا نعرف هذا الشيء. طيب كيف نقيم الاوبستراكتيف سليب ابنيا؟ عن طريق حاجه اسمها الابنيا هايبوبنيا اندكس، عدد مرات سواء ابنيا او اوبستراكتيف ابنيا سواء او هايبوبنيا. تمام. عدد مراتها في النوم كامل، احنا نشوف ان هذا الشخص نام في السليب ستدي 10 ساعات، تمام، 8 ساعات، 5 ساعات، ايا كان. تمام. ونشوف عدد مرات الابنيا والهايبوبنيا اللي حصلت، تمام، من السيسيشن او ديكريز اير فلو اللي تكلمنا عليها على حسب الكريتيريا السابقه، ونقسمهم على بعض ونشوف كم عدد الابنيا والهايبوبنيا بالنسبه لعدد الساعات. لو اقل الريشيو اقل من 5 هذا نورمال، احنا بالطبيعي ممكن يحصل لنا هذه التغيرات لكنها تكون بسيطه. لو اكثر من 5 تمام، يعني اقل من 15، من 5 الى 15 هذا مايلد، من 15 الى 30 مودريت، اكثر من 30 سيفير. تمام. والتريتمنت بيست على الابنيا هايبوبنيا اندكس، الكوموربيديتيز، الامراض المصاحبه، الكومبليكيشنز الناتجه من نتيجه الاوبستراكتيف سليب ابنيا كثيره جدا. نتكلم قلنا احنا في الميكانيزم هي صح ريلاكسيشن اوف المصل ويعني كولابس، لكن كثير ميكانيزمات مختلفه تحصل في الاوبستراكتيف سليب ابنيا، منها الديسريجوليشن اوف ذا اندوثيليال مصل اوف ذا هارت. ليش حصل هذا اندوثيليال ديسريجوليشن؟ نتيجه الاوكسيديتيف ستريس، اوكسيديتيف ستريس والانفلاميشن، انكريز انفلاماتوري substances يحصل مع الاوبستراكتيف امنيا يؤدي الى endothelial dysfunction هذه كلها، و increased coagulants. تمام. هذه كلها تؤدي الى cardiac او congestive heart failure. ممكن يحصل pulmonary hypertension نتيجه decreased nitric oxide، ممكن hypertension نتيجه زي ما تكلمنا السمباثاتيك شوت يحصل دائما مع الابنيا في المرحلة اللي يحصل فيها الأبنية سيمباثيتك اكتيفيشن، فبالتالي مع الوقت المريض هذا يكون عرضة انه يحصل له هايبر تنشن. تمام. وفي كذلك انكريز انتراثوراسيك بريشر، قلنا كذلك كل هذه تؤدي الى كارديوفاسكولار كوموربيديتيز، الدايبيتيز ميليتس،
او بالادق نقدر نقول عنه increased insulin resistance. increased insulin resistance ممكن يحصل في شخص diabetic او حتى non diabetic patient, يعني شخص عنده obstructive sleep apnea اوتوماتيكيا يعرضه حتى لو ما عندهش الى diabetes. تمام, renal failure, COPD, obesity, hypoventilation syndrome زي ما نعرف مرتبط كذلك بالobstructive sleep أبنية. كيف نشخصها؟ قلنا بالهوم ستدي. هوم ستدي لشخص نون كومبليكيتد. لو شخص كومبليكيتد لا, هنا الاحتمالية البريتست بروبابيليتي أكبر إنه عنده أوبستراكتيف أبنية. الكوموربيديتيز هذه بحد ذاتها في شخص يعني عنده سيمتومز, عنده كوموربيديتيز كذا, يا اوتوماتيكيا تخلينا نعمل البوليسومنوغرافي لأن البروبابيليتي عنده عالية إنها عنده أوبستراكتيف أبنية. ولكن شخص جاي مجرد بعض الاعراض, تمام, نون كومبليكيتد, ما فيش اي كوموربيديتيز, تمام, ممكن نعمل له الهوم سليب تيست, يعني بسيط, يعني اختبار يعني يشمل ليس على كل البارامترز اللي تكلمنا عليها في البوليسومنوغرافي, لكن افضل خيار هو طبعا البوليسومنوغرافي. اذا لو طلع الهوم تيست بوزيتيف ممكن خلاص بوزيتيف, لو طلع نيجاتيف لا ما نقدرش نقول هذا انه مش اوبستراكتيف, لا بعدين نعمل لازم السليب ستدي, تمام, اللاب سليب ستدي او البوليسومنوغرافي. تمام, هذا مثال يبين لك على طول. قلنا احنا خلاص احنا عرفنا كيف طريقه قراءه السليب ستديز, اوتوماتيكيا نروح نبحث عن الفلو. احنا شايفين هنا الفلو, هنا الفلو بالبريشر, هنا الفلو بالثيرمو. احنا شايفين هنا في فلو, ولكن هنا في ابنيا, هنا ابنيا, هنا ابنيا. نروح اوتوماتيكيا نشوف الايفورتس, التراسك الابدومينال ايفورتس, هنا في ايفورتس, تمام, وهنا كذلك في ايفورتس. اذا السنترال بس سيستم عامل ستيميوليشن كويس, تمام, انه يحصل ريسبيريشن. اذا المشكله اوبستراكتيف, تمام, اوبستراكتيف سليب ابنيا زي ما احنا شايفين. هنا بعض الحاجات اللي ممكن نلاحظها انه حصل بعد الابنيا اويكنينج زي ما شايفين الاي ام جيز, حصل له حركه, تمام, ودبدبه اكثر في الاي اي جيز, تمام. هذه كلها تكون سايد مع ان هذا الشخص صحى او حصل له اويكني اراوزل, تمام. مهم قلنا الاراوزل في الهايبوبنياس اكثر من الابنياس, وكذلك الساتوريشن مهم في الهايبوبنياس اكثر من الابنياس, عشان كذا هنا ما ركزناش عليه الان, تمام. هنا حاطين لي على ام جي على الليج هذا في الصحيان, هذا الثالث حرك رجله, تمام, فبانت هذه الحركه. طيب مثال اخر, احنا زي ما شايفين على طول نشوف الفلو, تمام. طيب في فلو وفي طيب الفلو هنا زي ما احنا شايفين موجود, ليس فلات, اذا ليس ابنيا خلاص. طيب في فلو, لا تقولش انه خلاص مش اوبستراكتيف. شوف الفلو لو في ديكريز, احنا شايفين هنا ديكريز, هذا النورم هنا تقريبا في الدرجات, لكن هنا شايفين هذا الاقل بنسبه تقريبا يعني 30%, هنا حتى يمكن يكون اكثر من 30%, تمام. هنا تقريبا 30%, هنا 30% ديكريز مقارنه بالسابق. نروح نشوف النيزل بريشر, قلنا هو مور سنسيتيف, شايفين في النيزل بريشر, تمام, هنا نورمال بدا يفلاتن فلاتن فلاتن فلاتن, شايفين فلات فيري يعني ديكريز واضح في النيزل بريشر, تمام, اكثر من 30% ديكريز فلو, وبالتالي هذه هايبوبنيا, تمام. في افورت, اذا نوعها اوبستراكتيف هايبوبنيا, واحنا قلنا هل انطبقت الشروط هنا عشان نشخص الهايبوبنيا؟ لا لم تنطبق. الفلو الافورت ماشي, لكن لازم قلنا يا اما مصحوب بالراوزل او ديكريس ساتوريشن. هل في الراوزل؟ ايوه, عشان احنا شايفين هنا في الراوزل حصل increased electrical activity, تمام, في الاي اي جيز, تمام, مصحوب بالراوزل, اذا هذه obstructive hypopnea. طيب لو ما كانش في الراوزل هذا, طيب نشوف الساتوريشن, لو اقل, هنا كان في الاول قبل كان 96%, وبعد الهايبوبنيا اصبح 93%, اذا نقص 3 بوينتس, اذا هذا معانا ايضا حتى لو ما فيش الراوزل سكان وكان في ديساتوريشن 3%, هنا نشخص هذا هايبوبنيا. او لو كان الساتوريشن نورمال 96 ما تغيرش مكانه هو زي ما هو 96 وفي الراوزل, لا كذلك نقول هايبوبنيا زي ما عرفنا في ال كرايتيريا, تمام. طيب في شيء يعني ممكن تشوفه احيانا
زي ما احنا شايفين هنا الثوراسيك ايفورت تمام، المفروض نورمال يكون ماشي مع الابدومينال تمام، نفس ياخذ نفس امر بارادوكسيكال يعني ممكن يحصل في الهايبوبنياس واحيانا في الابنياس انك يعني في ثوراسيك ايفورت هنا اون الابدومينال ايفورت يعني عكس تمام، ما فيش ايفورت هنا يسموه بارادوكسيكال ايفورت يعني ممكن زي النوت فقط. طيب تريتمنت قلنا البيز على الابني هايبوبنيا اندكس، نشوف المودريت تو سيفير يحتاج الى علاج ديفينتلي، ولكن المايل لو بسيمتومز يحتاج علاج، لو بدون سيمتومز يعني لا يحتاج علاج تمام. اهم حاجه انك تحط المريض في الاول على لايف ستايل موديفيكيشنز، نافويد الكحول سيديتيف ناركوتكس، نافويد سوباين بوزيشن زي ما قلنا، يفضل انك تنام على جنبك اليمين او اليسار، اليسار يمكن افضل من اليمين، اليمين افضل من انك تنام على بطنك، لكن انك تنام على بطنك حتى افضل من انك تنام على السوباين بوزيشن. الويت لوس ديفينتلي الشخص لو عنده انكريست ويت، لو كل ما نقص الويت افضل كذلك انه يحسن الاوبستراكتيف سليب ابنيا. الديفينتيف تريتمنت هو السي باب، قلنا من مودريت تو سيفير يدخل فيه سي باب على طول. الخيار الباي باب الاوتو باب تكلمنا عنه في السابق، ما نفعش معاه نشوف الادهيرنس، لا الادهيرنس تمام كويس، ممكن نقرب دنتال ديفايس 60% من الحالات ممكن تحسنت او 50 حتى في المية تمام. الطبيب الاسنان يركب هذا الجهاز تمام، زي طقم الاسنان هكذا او زي تركيبه ال التقويم مثلا، تركب بحيث انك اثناء النوم وانت نايم يشد هذا اللسان والجزء الفك الى الامام تمام، فبالتالي يفتح او يوسع المجرى النفس. الهايبوغلوس نيرف ستيميليشن انك تحط هنا بيس ميكر مثلا وتستشعر النفس تمام، ومتى حصلت الابنية يصدر امر الى ان هذا يفتح، وإذا حصل نفس يستأمن هذا أن هذا يطلع اللسان إلى الأمام، فبالتالي الإيروي يدخل معك وما يحصلش الأبنية. السيرجري لو قلنا أوبيز يعني ممكن نأسس أنه هل ممكن يعمل برياتريك سيرجري أو لا. الكونستركتيف سيرجري زي اليوفيو بلاتو فرنجيو بلاستي نقص الأدينويد والتونسلز والجزء هذا السوفت بلاتو ونخيطه مثلا ونوسع الايروي، عملية كثيرة يعني كانت تحصل بالقبل ولكن التحسن منها مش كبير زي العملية الاخرى الاصعب والمور اكستنسيف بروسيجر، يعني ممكن فيها 90% سكسس اللي هي الماكسيلو مانديبولار ادفانسمنت، يقص الابر واللور تمام وجوز ويقدم الفك الى الامام تمام، هي بس سكسس ريت لكنها اكستنسيف وتتطلب قاعدة كثيرة في المستشفى، وبالتالي يعني ممكن assessment نشوف المناسب له هذا الشخص تمام. الأدينوتونسيلكتومي من الأطفال يعني معروف من جهة اللوز. التراكيوستومي هي الديفينتيف واللاست ريزولت، يعني الناس مش قادر حتى يشتري سيباب تمام، مش قادر ما ينفعش مع أي وسيلة أخرى، تراكيوستومي فتحه من بايباس الأوبستركشن، هي الأوبستركشن فتحت في التراكيا يأخذ النفس على طول تمام، وهي اللاست سوليوشن وهي الديفينيتيف يعني تريتمنت في هذه الحالات تمام. هذا جهاز السيباب تمام. طيب نجي لموضوع السنترال سليب ابنيا. السنترال سليب ابنيا بنخصه باختصار انه هو نفس تعريف الاوبستراكتيف سليب ابنيا فيما عدا يخص ان احنا تكلمنا عليه في السابق ان الانسبيراتوري ايفورت او الابدومينال ثوراسيك ايفورت is absent، ما فيش effort ما فيش امر في السي ان اس انه يعمل inspiration تمام. فالميكانيزم هي lack of respiratory drive من فين؟ من السي ان اس تمام، من respiratory centers في السنترال نيرفس سيستم تمام. اذا باقي التعريف زي ما هو من ناحيه انها 90% اكثر من 10 ثواني تمام الخ، وليس معنا الاكسجين ساتوريشن ليس معنا لان في الابنيا ولما في الهايبوبنيا تمام. الميكست قلنا انه ممكن يكون اوبستراكتيف وسنترال تمام. متى يحصل الميكست هذا؟ يحصل لو مثلا في معاك ما فيش فلو، قلنا رحنا شفنا الايفورت تمام، في لو على سبيل المثال من هنا الى هنا هذا قلنا مثلا نو اير فلو سيسيشن اوف اير فلو،
رحنا شفنا في هذا الايفنت من هنا الى هنا, رحنا شفنا الايفورت, لقينا الايفورت في البدايه ما فيش قلنا والله سنترال, لا قبل ما ينتهي الابنيا في بدا يزداد معنا الايفورت. اذا هذه اوبستراكتيف كذلك, اذا سنترال و اوبستراكتيف, اذا سنترال وذ نو ايفورت ذن اوبستراكتيف وذ جرادوال انكريز ان ايفورت ان وان ايفنت ان وان ابنيك ايفنت. تمام, اسبابها نوعين, نوع مرتبط بالهايبركابنيا تمام, ونوع مرتبط او نون هايبركابنيك يعني يا اما نورمال او هايبو كابنيك. تمام, اذا يا اما بزياده ثاني اكسيد الكربون او نقص ثاني اكسيد الكربون. الزياده ثاني اكسيد الكربون كلنا عارفين الهايبو فنتليشن كوزس اللي تعمل زي النيوروماسكولار ديزيزز, الاميوتروفيك لاتروسكلوزس المعروف باللوغيرز ديزيز, مايستينيا جرافيس, الكرونيك انفلاماتوري ديمايلينيتنج بولي نيوروباثي. تمام, وهو الكرونيك فورم اوف الجيلان بيري سيندروم, المصل ديستروفي, كل هذه نيوروماسكولار ديزيز هي عباره عن هايبوفنتيليشن, اذا هي عباره عن هايبركابنيك سنترال ابنيا. الاتاكسيك بريدنج تكلمنا عليه في السابق, وانا هون كمان ناتج عن بعض الدراجز زي الاوكسيكونتين والفنتانيل باتشز والميثادون وبيويدز. السنترال البيورال هايبوفنتيليشن او الكونجينيتال سنترال البيورال هايبوفنتيليشن المعرف بالاوندينز كورس متكلم عليه في اخر هذه المحاضره, واحد انواع الهايبركابنيك سنترال سليب ابنيا. الأهم من ذلك هي النون هايبركابنيك سنترال سليب أمنياس التي فيها يحصل هايبوكابنيا. تمام, زي التشين ستوكس بريدنج تكلمنا عليه في السابق وقلنا عليه أنه مصحوب مع الكونجينيتال هارت الكونجستيف هارت فيلير, الاتري فابليشن ستروكس. تمام, في الميل في الأولد إيج أكثر. مهم جدا تعرف أنها هي بتر في الرم. إحنا قلنا أنه في الرم سليب كلها يسوء الابستراكتيف تسوء, ولكن تتحسن السنترال ابنيا اللي هي من نوع النون هايبركابنيك بسبب ان في الرم قلنا يزداد الهايبوفنتيليشن, فبالتالي مور ريتينشن اوف سي او 2 وبالتالي يتحسن الحاله النون هايبركابنيك او الهايبوكابنيا الحاصله تتحسن. تمام, نتيجه في الرم عن النون رم. تمام, الكومبلكس سليب ابنيا هي اتكلم عنها, هي اوبستراكتيف سليب ابنيا, شخص حطينا على سيباب. تمام, بعد ما حطينا على سيباب قلب سنترال سليب ابنيا, قلنا بتروح لحالها مع الوقت. تمام, استمر في العلاج, مصحوبه ايضا بهايبوكابنيا. لو بيرزيستنت حصل مشكله فيها, نقدر نستخدم هي الادابتيف سيرفو فنتيليشن. تمام, والادابتيف سيرفو فنتيليشن لازم نستخدمه عند ايجكشن فراكشن, مهم جدا سواء هنا او هنا. تمام, لازم نستخدمه عند ايجكشن فراكشن اكثر من 45%. تمام زي ما بنعرف في التريتمنت. الهاي التيتيود بيريودك بريذنج, الهاي التيتيود هو عباره عن هايبوكسيا, نقص الفايوتو, وبالتالي الهايبوكسيا هي ستيميليتور للفنتيليشن, هايبر فنتيليشن يحصل واش اوت للسي او 2 هايبو كابنيا. تمام, والبرايمري والإيديوباتيك هي فيري رير انها تحصل بدون اي سبب. التريتمنت نتريت ذا كوز ايا كان, لايف ستايل موديفيكيشنز نفس موضوع الابستراكتيف سي ابنيا, السي باب. تمام, الاي اس في اكثر ممكن نستخدمه في انواع السيفير سنترال سليب ابنياز. تمام, ولكن نو اي اس في, نو ادابتيف سيرفو فنتيليشن فور ايجكشن فراكشنز اقل من 45%. إذا لو كونجستيف هارت فيلير بإيجكشن فراكشن أقل من 45% 30%, لا نستخدم الـ ASV لأنه كان associated with more mortality. الأسيتوزولاميد هذا كربونيك أنهيدريز إنهيبيتور, وكذلك دايوريتيك, يساعد في أنه يزود النفس, يحسن النفس عن طريق أنه يطرد البيكربونات في اليورين, فبالتالي يقل الـ pH في الدم, وبالتالي يحصل يعني كأنه يحصل ميتابوليك أسيدوسيس, فبالتالي يحصل له كومبنساتوري هايبر فنتيليشن. تمام, والدايفراغماتيك ستيميليشن نفس مبدأ الهايبوكليسترول ستيميليشن. تمام, مثال زي ما احنا شايفين على طول الفلو, ما فيش فلو هنا في أبنيا. النيزل براشر نفس الشيء أبنيا. الثوركس نشوف ما فيش إفورت, ما فيش إفورت, إذن هذا على طول نقول عليه سنترال سليب أبنيا من دون حتى ما نشوف على أكسجين ساتوريشن, لأنه ليس في كرايتيريا للسنترال سليب أبنيا. تمام, هذا مثال آخر, إحنا شايفين هنا أبنيا في الفلو, نشوف الفلو من هنا إلى هنا, صح, نشوف هنا ما فيش إفورت, ولسه الأبنيا معانا, في إفورت, بدأ إفورت معانا, هنا في إفورت معانا, إذن في نان إفورت وفي إفورت في نفس الإيفنت, إذن هذا ميكس سنترال و
obstructive sleep apnea. بعدها حصل arousal زي ما احنا شايفين هنا leg movement تمام, وهنا حصل EEG increased electrical activity تمام. كذلك ان نلاحظ هنا في نزول في الاكسجين ساتوريشن, ولكن قلنا ممكن مش معانا كثير في موضوع ال سنترال اوبستراكتيف زي ما هو مهم جدا في موضوع الهايبوبنيا تمام. الاروزل والساتوريشن مهم في الهايبوبنيا اجين تمام. اذا هذه ميكست سليب ابنيا, ليش؟ عشان في الايفنت اوف ابنيا كان حصل في نو ايفورت هو ايفورت في نفس الايفنت. طيب نيجي الموضوعات الاخرى مثل هايبوفنتيليشن او ويستي هايبوفنتيليشن سندروم, موضوع صعب تشخيصه يعني بصراحه, وكان يعرف السابق البيكويكن سندروم اسمه نسبه الى روايه الكاتب البريطاني تشارلز ديكنز الذي يتكلم على بيكويك بيبرز. سيد بيكويك كان شخص يعني تكلمنا عليه في السابق انه وجهه كذا مدور وسمين وفيه الفاتس تمام, فبالتالي نسب يعني هذا الاسم لهذه الشخصية. طيب كديفينيشن هي كرونيك اويكنينج هايبوفنتيليشن تمام, كرونيك هايبوفنتيليشن واكستريم داي تايم سليبينس في شخص اوبيس مهم جدا, يعني شخص اوبيس ونو الترناتيف دايجنوزيس مهم جدا ايضا تمام, و انكريز سي او 2 زي ما نعرف الكرايتيريا, قد تكون اسوشيتد في احتمال كبير انها اسوشيتد مع اوبستركتيف ابنيا وبلمونري هايبرتنشن او احدهما تمام. اذا الكرايتيريا هي بادي ماس اندكس اكثر من 30, داي تايم بي سي او 2 اكثر من 45, with no alternative diagnosis. اذا هو احد الدايجنوزيس اوف اكسكلوجن, نكسكلود كل اسباب الهايبو فنتيليشن سواء ثايرويد بروبلم هايبوثايرويديزم سواء سنترال نيوروماسكولار ديزيز ايا كان الهايبو فنتيليشن, نشوف اكس راي سي تي ما فيش كله نورمال, اذا نشخص الاوبيستي هايبو فنتيليشن اذا طبقت هذه الكرايتيريا تمام. الميكانيزمات يعني ديكريست كومبلاينس decreased أو increased respiratory drive, بعد كده يحصل له maintenance و exhaustion, obstructive sleep apnea قلنا الميكانيزم مرتبطة بالobesity hypoventilation syndrome, impaired leptin signaling pathway أيضا ممكن يكون أحد الكلينيكال الباثوفيزيولوجي في الميكانيزمز في hypoventilation syndrome. الكلينيكال picture يعني نحن غالبا ما نسبوت هذا البيشنت يعني late, يعني usually يقول لك بعد يعني severe chronic hypercapnia حصلت له وأدى إلى respiratory failure, إذن هذا delayed diagnosis تمام. وكذلك يعني يكون مصحوب بcomorbidities زي obstructive sleep apnea والpulmonary hypertension تمام. الdiagnostics نعمل AABGs نشوف hypercapnia, normal AA gradient, polysomnography, sleep study زي ما تكلمنا, spirometry ممكن نلاحظ restrictive أو obstructive pattern, normal imaging, normal TSH, إذن هي diagnosis of exclusion. التريتمنت CPAP تمام is enough for most cases تمام, بعضهم ممكن require BiPAP تكلمنا عليها في السابق وليش نفضل ده عن هذا, وممكن نحتاج الـ ASV ventilation أثناء الرم sleep, تكلمنا قلنا الرم أسوأ في الـ obesity hyperventilation syndrome, weight reduction طبعا نحل مشاكل كانت الـ obesity, إذن ممكن يحتاج إلى increase physical activity, lifestyle modifications تمام, نفس موضوع الـ obstructive apnea. آخر موضوع هو الكونجينيتال سنترال ألفيولار هايبوفنتيليشن سيندروم, مرض كونجينيتال أو كانوا يعرف سابق الأوندينز كيرس, مو نادر جدا, تقريبا 1000 حالة موجودة فقط حاليا في العالم تمام. هو أوتوزومال دومينانت تمام بسبب فوكس 2 بي جين ميوتيشن, يحصل فيه أوتونوميك ديسريجوليشن تمام, وبالتالي نفس الشيء زي موضوع الهيرس براك ديزيز أسوشيتد يمكن يكون معه تمام, اللي هو الميجا الكونجينيتال ميجا كولون يعني نقطة اللوس of the distal autonomic supply للكولون. طيب ممكن يحصل مع اي abnormalities, neuroblastomas تمام, علاج هذا الطفل اللي يبقى على long term if spotted, if positive يعني long term nocturnal mechanical ventilation للاسف, والresponse bad يعني للاكسجين والCO2 stimulation. الاوندين سكيرس نختمها بحكايه من أين جاء الاسم, وهي حكاية الحرية أوندين. حكاية أوندين حكاية خرافية, كان في حرية ولك تعيش إلى الأبد يعني عندها immortality, ممنوع أنها تتزوج الإنس, إذا تزوج الإنس تفقد immortality, تزوجت هي من شخص يعني حبته تمام, وبعد ما تزوجوا خلفوا
خلاص طفش منها، خانها، خان مع خطيبته السابقة، ويوم يعني قفشتهم هم يعني مع بعض. طيب فقالت له أنت في يوم من الأيام، يعني كان لسه عندها قوة حقها السحرية، فقالت له أنت في أثناء يوم زواجنا أقسمت بكل نفس تتنفسه أنك سوف تخلص لي، وأنت فقدت هذا الخاصية، فأني بأحرمك من نفس يعني إذا ما نمت، إذا نمت يعني سوف تموت. فبالتالي يعني هي هذه جاءت الحكاية، أن الشخص هذا الطفل هذا إذا نام يعني أثناء السليب لا يوجد يعني سنترال ريجوليشن للحالة هذه، تمام، لا يوجد ريسبيراتوري درايف، فبالتالي يعني يحصل أبنية ويموت، يتوفى يعني للأسف. كانت هذه موضوعات البلمونري سليب ميديسن. شكرا لاستماعكم، وسبسكرايب فور مور كونتنت، تمام، وتابعونا، وان شاء الله بنتكلم في المحاضرات الجاية عن موضوعات جديدة ومهمة، تمام. مجددا رمضان كريم، وكل عام وأنتم بخير، شكرا جزيلا.